استاذ علي، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بك. يعني كنت عم بتقول بدك اتصال، بدك ترد بطبيعه الحال. يعني تفضل، كيف قرات ما قيل؟ هذه الرساله انبعثت هلا من كم يوم يعني الى الرئيس بايدن، وهي موقع نشرناها على الهواء نحن في اكتوبر من اسبوع، انبعثت الى الرئيس بايدن وصار مضمونه موجود كان على الهواء. تفضل، كيف ترد استاذ علي على يعني ما قاله دار العيسى عضو الكونغرس الامريكي؟ مساء الخير، ولكن كنت بتمنى انه يكون الاتصال تحولوني بالوقت اللي كان بعده النائب دار العيسى على الهواء مباشره ليتسنى له انه يسمع الجواب المطلوب. هلا بعتقد هو عم يسمع، بعتقد عم يسمع. للاسف. اوكي عظيم، اذا بيكون عم يسمع بيكون كثير عاد، لان بدي بلش معه من حيث انتهى. وبدي احاول اني انعش له ذاكرته بانه الاعتداءات الاسرائيليه على لبنان والحروب الاسرائيليه على لبنان لم تبدا مع وجود حزب الله، هي منذ العام 1948، والاجتياح الاول كان بالعام 78 والاجتياح الثاني بالعام 82، ولم يكن هناك شيء اسمه حزب الله او كيان سياسي او مقاومة اسمها حزب الله بهذه الفترة، وكانت إسرائيل تحتاج دائما بأسباب تخترعها وتختلط لمهاجمة لبنان واجتياح لبنان. هاي بحب كنت انعش له ذاكرته ليعرف انه الأطماع الإسرائيلية هي ليست وليدة الساعة بلبنان، هذا اللي هو بيرفض هون ساعتها هو بيتبنى ساعتها جنسيته الامريكيه مش جنسيته اللبنانيه، اما على صعيد رسالته اللي بيطلب فيها بخاطب فيها رئيس الولايات المتحده الامريكيه الرئيس بايدن والجسم التنفيذي، السلطه التنفيذيه بوضع عقوبات، هي ليست الاولى. منذ عام تقريبا كان في مجموعة كمان من النواب الأمريكيين يلي كانوا عم يحاولوا يطلبوا، وأحدهم اللي كان مترأس المجموعة أحيل بتهمة الفساد هو وزوجته وعائلته لتورطه بتلقي رشاوى. ما بنعرف إذا هو راح يكون كمان يلحق الدور مع زميله، لكن أنا اللي بهمني أوصل بالمنطق الديمقراطي اللي عم نحكي فيه، أي ديمقراطية بتسمح له أنه يتناوط على سيادة بلد ثاني. لبنان لازم يعرف النائب دار العيسى والنائب دارين لحوت، نعم، زميله بالرسالة، أنه لبنان بلد ذو سيادة ومستقل وليس تحت الاحتلال. نعم. إضافة إلى ذلك أنه إذا كان بيحترم الديمقراطية هو بيعرف أنه ما كان لازم يتجاوز هذا الحد. والرئيس بري، نعم، لسبق وأكثر من مرة شرح لمعظم الوفود يلي بتزور لبنان الديمقراطية التوافقية التي يتحلى فيها لبنان، لأنه الديمقراطية متنوعة، بيظهر غايبة عنه للديمقراطية يلي عم يحاول يعلمنا ديمقراطية السلب وديمقراطية السيطرة وديمقراطية يلي تحت اسم الديمقراطية حابب يلغي الديمقراطية. طيب استاذ علي، بس خليني اقول يتمتع بديمقراطية متميزة. نعم. هي ديمقراطية توافقية استاذ علي، واللي عم يدعي له الرئيس بري عين الديمقراطية. نعم. عين الديمقراطية التوافق هو الدرجة الأولى في الديمقراطية. نعم. بدي استفسر منك عن نقطتين تحديدا. أول نقطة، لما تحدث عن النصف زائد واحد والخمسة وستين صوت، أنه لماذا لا ينتخب رئيس بخمسة وستين صوت، وثانيا عن العقوبات، تفضل استاذ علي. حقيقة اللي بهمني وضحه أنه مش مستغرب من شخص مثل السيد دار العيسى يلي عم يغطي العدوان الإسرائيلي المجرم على لبنان
انه يواجه او يحاول يتهم الرئيس بري بانه لا يمارس الديمقراطيه في لبنان. يعني هو اوضح هويته بشكل كافي، تغطيته للعدوان الاسرائيلي على بلده الام، على بلده الام لبنان، هيدي بحد ذاتها ادانه تاريخيه لإله وبده يحملها على جبينه. الشغله الثانيه بدي ارجع للنقطه الاولى اللي كان عم يحكي فيها على الدستور اللبناني، ويلي واضح انه جاهل له تماما للدستور اللبناني، معتمد على وشايات يلي عاده توصلوا. نعم. بأصول الديمقراطية التوافقية هي بالدرجة الأولى، وكل بلد يمتاز بنظامه السياسي وديمقراطيته. بفرنسا في ديمقراطية بتختلف عن الديمقراطية بأمريكا، ببريطانيا في ديمقراطية بتختلف عن الديمقراطية بأمريكا. كل بلد يعتمد نظام ديمقراطي وفقا لمصالحه ووفقا لما يعكس تمثيله ومصلحة بلده. بحب ذكره هون انه لبنان ديمقراطيته هي ديمقراطية طوائفية او توافقية، ديمقراطية توافقية يلي مش موجودة طبعا بامريكا، وهيدي عين الديمقراطية ببلد مثل لبنان. عندما يطرح الرئيس بري رئيس توافقي في ظل حرب وعدوان غاشم، هو يريد الحفاظ على المجتمع اللبناني، على الوحدة الوطنية، على وحدة اللبنانيين. نعم. بكل أثر نحن منا بحاجة لدروسه للسيد داري العيسى، ومننصحه للتاريخ أن يعتذر عن تغطيته للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ويعتذر أيضا عن تجرؤه على سيادة لبنان وانتقاده للديمقراطية اللبنانية. نعم. طيب بس سؤال أخير قبل ما أختم، لأنه يبدو كمان في تطور ميداني كبير كتير وأمن في بيروت. أستاذ علي، أنا طبعا نحن يعني بشرفنا تكون حضرتك معنا هذا الأسبوع بحلقة هون على الطاولة بالاستوديو، والمنبر مفتوح دائما. بس سريعا، العقوبات يا أستاذ علي، العقوبات الأمريكية، هل برأيك تراها قريبة؟ لأنه عم بيقول من سنتين زاركن وهلأ عم يضغطوا كرمال عقوبات. سريعا لو سمحت. مش أول مرة سبق وقلت لك يمكن ما سمعتيني بالاتصال الأول أو بالفترة الأولى. سبق وذكرنا أنه مش هاي المحاولة الأولى يلي في يعني ناس أصحاب نفوس ضعيفة. بكل أسف بيمتازوا عن الأمريكيين أنه من أصل لبناني، وبيسعوا للاعتداء على الوطن الام عبر محاوله استهدافهم للرئيس بعقوبات، وهذا امر معيب ديمقراطيه. الرئيس بري تاريخه حافل بصونه للديمقراطيه في لبنان وفي البرلمان اللبناني والحياة البرلمانية اللبنانية.